يوم 27 جانفي 2017 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. باش يتم تطبيق بعد غدوة إن شاء الله. باش يدخل الأمر الحكومي حيز التنفيذ الخاص بقانون إجبارية حزام الأمان داخل وخارج مناطق العمران وبطرقات السيارة. معناها قبل ما تخدم السيارة متاعك تلبس حزام الأمان. حزام الأمان إجباري اليوم. حزام الأمان يدل على الثقافة، على الوعي، على التحذر. إن شاء الله الناس الكل باش تكون متجاوبة معنا، ونشوفوا في العديد من معناها من المواطنين متجاوبين مع قانون إجبارية حزام الأمان، خاطر يعرف اللي هو يحمي روحه قبل ما يخمم في الخطيه. بالنسبه للاستثناءات، الاستثناءات هي عربات النقل غير منتظم، معناها التاكسي والتاكسي جماعي، على اساس انهم يكونوا مارسوا في المهنه نتاعهم. معناها كي يبدا ماهوش يمارس المهنه هو بيجي باش يلبس حزام الامان والباب مفتوح. يعني اللواج زاد كيف كيف اللواجات، كيف كيف اللواجات هو فما هو قانون قديم جديد، اللواجات يلزم يلبسوا حزام الامان خاطر نعرف ما فيهمش استثناء. لا بالنسبه للواجات لا، يعني بالنسبه للواجات يلبس حزام الامان اكيد في جميع الطرقات حمايه. سيارات الاجره اللي داخل المدن، النقل التاكسيات والنقل الجماعي، تاكسي السفرة والنقل الجماعي، ويلزم زاد المرافق نتاعو يكون لابس حزام الامان اجباري. اجباري شكون يتخطى، المرافق ولا السائق؟ اكيد السائق نتاع السياره. استثناءات الاخرى انه المواطنين اللي حالتهم الصحيه ما تسمحش انهم يلبسوا حزام الامان، على اساس انهم يكونوا مرفوقين بشهاده طبيه مختومه من وكاله الفنيه للنقل البري. يعني مش من راسه يقول لك انا سامحني راني مريض، مش من راسه، هذه حمايه اللي هو قبل كل شيء. كيما المراه بار اكزومبل اونسانت هذيك علاش تركب من تالي، هي معناها اكيد باش تركب مع الزوج نتاعها ولا باش تركب مع حد قريبها ولا قريبه وكل شيء، تركب من تالي حمايه لها قبل كل شيء. سوق زاد نجم تكون السوق زادا معناها، واكيد معناها فما استثناءات وفما زادا الواحد يغزر بالعقلاني، معناها يكون عقلاني، معناها ظاهر امراه انسان ظاهر ربي المراه انسان عندها الحق تسوق ولا فما مده معينه؟ اكيد عندها الحق تسوق في القانون، يعني في القانون اذا يعني في اشهر متاخره عندها الحق تسوق.